هذا حدث كبير ليس فقط في بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هي مبادرة، هي دائما تلعب دور مهم في المجتمع الدولي بإسهاماتها بمساعداتها في الحقيقة في دعم في الإغاثة والأعمال الخيرية معروفة. نحن كمان كنا نتلقى من المملكة هذه المساعدات. هذه المنتدى على مستوى دولي على في إطار الأمم المتحدة أكيد يؤكد مرة أخرى على دور المملكة في هذا المجال. كان حضرنا نحن هذا المنتدى، بصراحة شاركنا في بعض النقاشات، حدث مهم إن شاء الله. نتمنى توفيق للمملكة.